السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. النهارده معانا قراءه برج العذراء لشهر ديسمبر، اخر شهر في السنه. باذن الله يكون خير، يكون تفاؤل، يكون فرحه، يكون هنا، يكون رزق، يكون حاجات جميله جدا جدا لحياتكم. يلا بينا بقى، عشان مش عايزين مقدمات ولا عايزين كلام كتير، ونخش على طول على فنجان برج العذراء الفتره اللي جايه. بسم الله. شايفين فنجانكم عامل ازاي؟ بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسم الله بسم الله. اخبار حلوة الفترة اللي جاية، انفراجات على جميع الاسرة اللي عندكم. اول حاجة، انت قدامك خطوتين، هتروح شمال هتروح يمين، قدامك خطوتين لازم تخطيهم علشان توصل لصندوق افكارك وصندوق المجتمع اللي انت عايزه، وكمان نجاح. داخل في اكتر من مشروع اليومين دول، بس في حاجة ظلماك يا برج العذراء، مظلوم. تزعلش مني، انت اليومين دول يا برج العذراء مظلوم، وقافل على نفسك ببان وقاعد وساكت، عندك بعض التوتر، بعض الحيرة، اللي خيبات امل اللي مريت بيها الفترة اللي فاتت. شايفة كمان يا برج العذراء ان انت بالك مشغول بحد بعيد عنك اليومين دول، اليومين دول بالذات اللي انت فيهم. عندك طاقة ركود، طاقة ركض، عندك تعب وقهر بسبب اشخاص كانوا موجودين في حياتك اذوك، وحتى لما مشيوا سببوا لك التعب. الفرح غاب عنك بقاله مدة يا برج العذراء. عندك في البيت مشاكل حاطينك في بالهم ومصعبين عليك الامور، لدرجة ان انت بتشتكي على جميع الاوضاع، لدرجة ان ظهرك بيوجعك جدا، مش عارف تعمل ايه ولا تتخطى المراحل اللي انت فيها ازاي، بس بتقول انا اكيد ليا رب كبير. خاب ظنك في ناس كتيرة جدا يا برج العذراء، حبيتهم وكبرتهم وطلعوا ما يستاهلوش حتى ان انت كانوا يدخلوا في حياتك. في كمان واحدة ست بتغير منك وحط عينها عليك اليومين اللي جايين دول يا برج العذراء، هيتوجب عليك تاخد قرار مهم بمرحلة جديدة في حياتك. في افاعي بيدعوا انهم هم اصحابك وانهم هم حابين لك الخير، لا صدقني لا يا برج العذراء، طور من نفسك. انت الايام اللي جاية وهتوازن بعض الامور. عندك خبر حمل، طفل جديد، اشعات، كشف، في زيارة دكتور الأيام اللي جاية يا برج العذراء بإذن الله. طيب إيه الحاجة اللي قلقان منها ومش قادر تنساها ولا قادر تخلص منها يا برج العذراء؟ أنا شايفة لك بشرة سارة، وشايفة لك حاجة حلوة هتحصل الأيام اللي جاية. في طريق طويل أنت ماشي فيه ومش عارف تتخلص من طاقة التوتر، بس الطريق ده هيكون خير، وخلال كام يوم بالظبط هتحصد على حاجة حلوة. انت اليومين دول كل اللي عامله ان انت حاطط اهدافك قدام بالك، حاطط الهدف وبتحاول تستغله، وبتحاول ازاي تتعامل وازاي تبني مستقبل بشكل مختلف. بتحب حد؟ طيب اقولك على حاجة يا برج العذراء، طاقتك طاقة قوية، طاقة قوية جدا، بس في حاجة تعباك، حاجة تعباك ومخليك مخنوق ومتضايق. اليومين دول بتفكر بطريقة رهيبة ومش عارف توصل للقرار اللي انت عايزه. في كمان ناس رمتها البحر، طلعتها من حياتك ورمتها علشان ما خدتش منهم غير الغدر. طيبة قلبك وقعتك في كذا مشكلة، خفف من طاقتك. انصحك يا برج العذراء ان انت تتجنب بعض الاشخاص اللي في حياتك. انت ملقتش حد جنبك وقت ما وقعت ووقت ما تعبت نفسيا وجسديا. حرر نفسك من كل القيود اللي انت فيها علشان انا شايفه لك فترة راحة. انت متلخبط وبتفكر كتير جدا وواقف في النص، ولا عارف ترجع ولا عارف تكمل، وده كله بسبب الضغط اللي انت فيه. وزي ما قلت لك هنا في ناس، يعني انت خرجت ناس كانت علاقتك بيهم مش كويسة، ومازال منهم برضو ناس قاعدين في حياتك مش كويسين، فلازم تخلي بالك وتحسب. وزي ما في حلو في وحش برضو يا برج العذراء، فبس احنا عايزينك تخلي بالك من نفسك علشان الغدر بيحوم حواليك. طيب عايز اقول لك على حاجة هتفرحك، انت ناوي على خطوبة
لو مش ناوي على خطوبة ففي علاقة جديدة داخلة حياتك بإذن الله هتديك الفرحة اللي انت مستنيها، عشان شايفة ان قلبك هيرجع يدق تاني. انت جدع جدا يا برج العذراء، وبتقف جنب كل الناس وما بتسيبش حد، بس لما وقعت ما لقيتش حد جنبك. حان وقت ان انت ترمي الطاقة السلبية ورا ظهرك وتركز بس على هدفك. الدوامة اللي انت فيها دي هتطلع منها، وهتطلع منها منصور، وعلشان كده انا مش قلقانة عليك. الفترة اللي جاية دي هتكون فترة ركود. ركود يعني ايه؟ يعني هتبدأ تشوف مستقبلك وتشوف حياتك بطريقة حلوة. كانوا حقديين، كانوا غيرانين منك ومن سعادتك او من وصولك لهدفك، وعلشان كده كنت دايما انت في طاقة سلبية يا برج العذراء، وكان عندك بعض اللخبطة. بس الفترة اللي جاية دي زي ما قلت لك هتكون راسك مرفوعة، وهتبعد الافكار السلبية بعيد عنك، علشان عندك نقلة جديدة او رحلة جديدة في حياة افضل مستنياك. وشايفة كمان ان في شخص بينك وما بينه ود، هيبقى في عتاب عندك بعض الامور بينك وما بينه، وهيبقى في كلام. بس خلي بالك، في ناس بتحسدك، في ناس بتحسدك وبتحقد عليك، والناس دي من المقربين يا برج العذراء اللي هم من دمك ولحمك. بص، شايف حقدهم وغيرتهم، شايف الغل اللي فيهم مش كويسين. في شخص هيجي لك ندمان وهيطلب منك السماح، وانت اللي هتقرر اذا كان كنت تكمل ولا لا. وفي خبر هيجي لك هيجبر بخاطرك الايام اللي جاية، بس مطلوب منك ان انت تسكت وما تتكلمش وما تتدخلش ما بين اتنين يا برج العذراء اليومين اللي جاية، عشان هيبقى في اختبار ليك، فلازم تخلي بالك. شايفة كمان ان في شخص هيكون معجب بيك اليومين اللي جايين، وهيبدأ الاعجاب بينكم وبين بعض، وهيبقى في كلام كمان، وهيبقى في رسائل. اليومين الجايين انت هتخلص ورق في محكمة او ورق في الحياة، عندك سفر، سفر او مكان غير المكان. شايفة لك كمان هنا انه في حد من المقربين هيفتح معاك موضوع، وشايفة ان انت عملت خلاف بينك وما بين حد، الحد ده كان عزيز على قلبك، بس قلت له انت ما ينفعش تكلموني كده، ما ينفعش تعاملوني كده، وحطيت نقط وحطيت حد بينك وما بينهم. بص، انت من زمان قوي، بقالك مدة كبيرة يا برج العذراء بتركض، بقالك مدة كبيرة شايل الهم وشايل المسؤولية لوحدك، ومحدش واقف معاك ولا حد بيقولك مالك فيك ايه. ليك مدة شايل ومستحمل وساكت وبتقول لي يا رب كريم. اللي عامله لك العمل السحر يا برج العذراء يؤسفني اقولك ان هي من المقربين ليك اللي هم من دمك ولحمك. هي دي يعني اخت او مرات عم او مرات خال او مرات اخ. يؤسفني ان انا اقولك كده، عشان هي ظاهرة عندي، حد حقود عندك. الحد ده يعني ممكن يكون معاه بنت بيحقدوا عليك ومش حابلك النجاح، وبيتكلموا عليك في نميمة من ورا ظهرك، بس انت مش بيهمك. انت بتقول انا طول ما راسي مرفوعة وطول ما انا عايش مش هيهمني حاجة. وده اجمل ما فيك يا برج العذراء، ان انت ما بقتش تخلي الطاقة السلبية تسيطر عليك، بدأت ترمي ورا ظهرك، بتقول انا ما خدتش غير وجع الدماغ، فانا هفضل لحد امتى كده. ودي اجمل ما فيك، ان انت بجد بدأت ترمي ورا ظهرك، وحان وقت ان انت ترمي سهمك عليهم وتطلع منصور. وعلشان كده اول بداية شهر 12 هتسمع خبر حلو، الخبر الحلو ده هيديك طاقة لبقية الشهر، وزي ما في حلو في وحش، فانت لازم تكون قدها وقدود، ولازم تركز على هدفك. زي ما انت شايفة لك طاقتك كلها تركيز على هدفك وتركيز على حلمك الايام اللي جاية، شايفاك كمان هنا منصور ودماغك مرفوعة، وده بيدل ان انت عندك انفراجات حلوة. وشايفة كمان الحمامة جايبة لك خبر، والخبر ده هيفرحك وهيسعدك، جايبه لك من حد غايب عنك بقاله مدة، يعني حد بعيد عنك هتسمع عنه خبر حلو، او هيبقى فيه مكالمة او مناقشات بينك وما بين حد بعيد عنك يا برج العذراء. نشوف بقى فنجانك مخبي لك ايه من طاقة، من أسرار، من انفراجات. بسم الله ما شاء الله عليك، حرفيا الفترة دي في تغيرات جذرية. طيب بص يا برج العذراء، انا عارفة ان انت تعبت اول فترة دي،
كنت بتعيط من جواك، قلبك ما كانش حد حاسس بيك، وانت ما كنتش بتطلع اللي جواك ولا بتطلع الزعل، ما بقتش تعاتب زي الاول ولا تلوم. بدأت تكتم جواك وحاسس ان الفرحة غايبة عنك. لا، الحاجة اللي انت مفتقدها ربنا هيكرمك بيها الايام اللي جاية. شايفة انه في صديقة هيبقى بينك وما بينها صلح، وهيبقى في انفراجات في قضية زي ما قلت لك. في شخص دخل بيتك، الشخص ده كان بيقول ان هو طيب، بس هو طلع انسان مش كويس، ومن ساعة ما دخل بيتك وهو خرب لك حاجات كتيرة جدا في حياتك. انت دايما شخصية جدية، بتتعامل بجدية، بس اليومين دول بتاخد كل حاجة على أعصابك وعندك حيرة. بس ما تقلقش، ربنا هيكبر بخاطرك الأيام اللي جاية. شايفة كمان إن أنت هنا هيكون معاك مقابلة، من ورا المقابلة دي هتجيلك فلوس، هتمسكها في إيدك وهتعمل حاجة أنت بقالك مدة عايز تعملها. وفي كمان طريق كل ما هتمشيه بيتأجل، كل ما تكون ناوي فيه بيتأجل، كل تأجيلة وفيها خيرة. بس أنت عندك بعض العكسات والوقف الحال بسبب السحر. شايفة كمان مقص، المقص ده معناه ان انت زي ما قلت لك خرجت ناس من حياتك، وكمان بيدل ان انت عندك انفراجه حلوه الايام اللي جايه. والاحسن ان انت الناس اللي خرجتها دول كانوا بيأذوك وكانوا بيتكلموا عليك من ورا ظهرك ونكروا جميلك. شايفه كمان ان انت اليومين دول لازم تخلي بالك من نفسك، علشان شايفاك خايف، خايف لاما خايف من المستقبل، لاما عندك حد وخايف عليه جدا. في واحده ست دايما بتوصيك وبتطبطب عليك. انت طيب جدا يا برج العذراء، بس عصبي اليومين دول بسبب الضغط النفسي اللي عليك. شايفة كمان ان انت هنا هتحاول تهدي اعصابك وتهدي نفسك، علشان بتقول انا ما جاليش غير وجع الدماغ وغير الوجع. بدأت تشتغل على نفسك وبدأت تشوف انت عايز ايه وتعمله. بس عايز اقولك يا برج العذراء ان انت متراقب، ومتراقب مش من حد ولا اتنين، انت متراقب من ناس كتيرة جدا حاطينك في بالهم. في اليومين اللي جايين دول حاجات هتوضح قدامك ما كانتش واضحة من مدة. وشايفة كمان ان انت هتاخد خطوة جديدة بإذن الله، وطريق الخطوة دي هيكون طريق نصر لحياتك، وعندك مناسبة عائلية رغم العذاب والعلاقات اللي انت قطعتها بينك وما بين العيلة، بس هيكون عندك مقابلة عائلية الفترة اللي جاية. وشايفة كمان هيكون في كلام بينك وما بين حد حلو، وهتبدأ توازن أمورك. شايفة ان انت هنا عندك ترقية، بس عالن الحرب على مين؟ في بينك وما بين حد كلام او مواجهة او عتاب، في كلام. في كمان هنا من اول شهر 12 حد هيهتم بيك وهيدعمك، خلي بالك. والحد اللي عندك بينك وما بينه خلاف هينتهي، علشان انت داخل في فترة حلوة، داخل في فترة راحة، بعض التعب ظاهر على وشك وظاهر على جسمك. الفترة دي محتاج ترتب حياتك وترتب وقتك، وتطلع نفسك من الكركبة اللي انت فيها والأمور اللي مضايقاك وتعباك. مفيش حد هينفعك يا برج العذراء. انا عارفة ان انت تعبت من الغدر والخيانة، وعلشان كده بدأت تكون متسرع خطواتك هنا، مستعجل فيها. اللي جاي عندك حلو، وفي حاجات عايز تخلصها، وفي حاجات ملتزم بيها. بس ما تقلقش، رزقك قادم، النقلة دي هتكون نقلة حلوة. في ناس حتى نقرك من نقرها في مجال شغلك وفي مجال عملك، وبيغيروا منك زي ما قلتلك وبيحقدوا عليك. ومش كده وبس، ده في شخص مدبر لك حفرة. ما تقلقش، هتكون منصور وهترفع دماغك لفوق. انت بس اليومين دول محتار في حاجة عايز تعملها، وكل ما بتقول خلاص بترجع لورا. مش عارفة ليه يا برج العذراء، يا هل ترى ده سحر على تعطيل، ولا انت عندك بعض الامور اللي مضايقاك مخلياك مخنوق. انا عارفة ان الفترة دي وضعك مش مستقر المادي، بس ما تقلقش، انا شايفة لك استقرار مادي حلو، وشايفة لك قلب مفتوح، يعني هتكون متألق، والشخص ده هيخليك تثق من نفسك اكتر، وهيدعمك وهيبقى سند ليك الفترة اللي جاية. ما انا شايفة لك فترة راحة هي برج العذراء، امال مالك؟ مالك مخنوق ليه ومتضايق؟ ما انا شايفة لك فترة حلوة، بس حصل عندك سرقة يا برج العذراء.
في سرقة حصلت عندك، وفي بعض التوتر اللي بالك مشغول بيه ومضايقك. بص انا مطلوب منك يا برج العذراء ان انت حاول تهدي اعصابك الفترة دي، عشان في مواجهة بينك وما بين شخص. الشخص ده مجرد ما هتشوفه قلبك هيتفتح له. عايزك تخلي بالك، وتخلي بالك من العيلة علشان هيقفوا بينك وما بين حاجة هتكون عايزها. شايفة كمان ان الحظ هيكون من جنبك الايام اللي جاية، بس مش عايزك تحكي اسرارك لحد. انا عارفة ان انت فقدت الثقة ومبقاش عندك ثقة تاني زي الاول، بس مش عايزك تحكي اي حاجة تخص حياتك لحد. اديني بقولك وافتكر كلامي، علشان خاطر الاستغلال، وعلشان خاطر هم حاطينك في دماغهم وعايزين يطلبوا منك فلوس وفاكرين ان انت معاك. ما يعرفوش انت تعبت قد ايه علشان تجمع اللي انت فيه. غيرانين منك يا برج العذراء، وعشان كده في عين حقودة محتلية حياتك ووقفالك، والعين دي عاملالك وقف حال، وعاملالك حظ سيء في المواضيع اللي انت كل ما بتقول عليها هانت بترجع أسوأ مكان. ده بسبب الضغط النفسي يا برج العذراء اللي انت فيه. يعني انت من كتر الضغط النفسي العيون مرصودة في حياتك ووقفالك. بسم الله. طيب بص يا برج العذراء، انا عايز ابشرك واقولك ان انت هتسد الدين اللي بقالك مدة تعبان بسببه. ايوه هتسد الدين اللي عليك. عندك علاقة مع بعض الابراج انت قطعتها بسبب اهمال، وبسبب طرف ثالث كان بيتدخل في اللي ملهوش فيه. وتأجيل الامور دي صدقني هي من مصلحتك، علشان انت مش عارف ربنا كاتب لك ايه. واكيد الحاجة اللي بتتأجل بيكون وراها انفراجة ووراها خير. انت اليومين دول وقعت في مشكلة وكنت طالع على شجرة، والشجرة دي تعبتك. طيب عايز اقولك على حاجة يا برج العذراء، انت كنت في علاقة كلها قيود، حان وقت ان انت تحرر نفسك وما تخليش اي حد يتدخل في حياتك زي الاول. اليومين دول بدأت تحط موقف على موقف وتقول خلاص الشخص ده هيرجع هيطلع من حياتي، مستحيل يرجع لي تاني. احذر من واحدة ست بيضة في حياتك، ما تديهاش سرك علشان هي متابعة ومركزة قوي في حياتك. بص هنا في فلوس جايه لك حلوه، والفلوس دي هتعمل لك فرصه حلوه. واخيرا يا برج العذراء هتحس بالامان رغم كل الكركبه اللي جواك ورغم الظلم اللي انت شفته. في عقبه واقفه في وشك اليومين دول، بس ما تقلقش هتتفتح قدامك، علشان شايفه لك فتحه جديده، يعني صفحه جديده في حياتك. وزي ما قلت لك في شخص هيسندك وهيقف معاك وهيساعدك الايام اللي جايه. بس في زميل عندك في الشغل او حد في الشغل عندك مش حابب لك الخير، فبلاش تدي الامان. في عندك هنا كمان مكالمه جايه لك، المكالمه دي هتجيلك من شخص هتفرحك جدا يا برج العذراء، وهتخليك تطلع من الهم والغم اللي انت شايله على الفاضية وعلى المليانة. انا عارفة ان اعدائك كتير ونفسهم تقع علشان خاطر يستفادوا منك، بس صدقني مش هتقع ومش هتناول لهم اللي ببالهم. هم عايزين الحاجات دي انت مش هتناولها لهم. ليه؟ علشان هتكون منصور، وشايفة تحسين على جميع وضعك الفترة اللي جاية. وزي ما قلت لك انت هتحرر نفسك من القيود ومن التوتر ومن الحيرة. ومعنى ان انت هتحرر نفسك معنى ان انت هتكون منصور، وهتوصل لهدفك وهتوصل لحلمك. فانا مش عايزك تكون متضايق خالص، ولا عايزك تكون مخنوق. طاقتك ايجابية وطاقة فرج وطاقة خير. ده مش كده وبس، كمان ده انت هتحط نقط، اي نعم انت هتطلع ناس من حياتك. انت ما بتحبش الوحدة يا برج العذراء، ما بتحبش الوحدة خالص، بس بتقول اكون لوحدي ولا كنش مع حد يظلمني ويكسر بخاطري. الخبر اللي هتسمعه هيفرحك، بس كمان عايز اقولك ان انت هتكتشف امر يخصك من شخص مقرب من حياتك بالصدفة. هتكتشف انه ايه ده، ازاي ما كانش لازم يحصل كده. اليومين دول انت حاسس بدوخة، وحاسس بنغزة في قلبك، وحاسس ان انت مطعون، وفي ناس بتتكلم عليك. فده كله برضو ما يهمكش ولا يفرق معاك. طول ما انت مستني خير فعندك خير. طال انتظارك يا برج العذراء، بقالك مدة منتظر حاجات كتيرة جدا في حياتك.
ما تقلقش، كل حاجة وليها حاجة. انت بتعاني من الحسد وبتعاني من السحر اللي بيتجدد لك، وعشان كده عندك خمول وكسل على طول، تعبان ملكش نفس لأي حاجة. ده كله ده كله بس يا برج العذراء، يا برج العذراء، بسبب الحسد والنق اللي عليك. انت دايما صاحب رأي، صاحب رأي في كل حاجة، بس خاب ظنك، وطول ما خاب ظنك تعبت. ما تقلقش، عندك ان شاء الله بإذن الله هتكون منصور، وهتكون في فرحة عميقة بسبب الحزن اللي انت شفته. بلاش الزعل يا برج العذراء، وبلاش الحيرة اللي انت مدخل نفسك فيها. انت بس كل اللي تعبك ان حواليك ناس مش حبالك الخير، ومشكلتهم يا برج العذراء ان هم بيجيبوا سيرتك في غيابك، وده اللي تعبك انت جدا. بسم الله. بص يا برج العذراء، كل حاجة وليها حاجة. أيوة، كل حاجة وليها حاجة. انت هتفضل لحد امتى شايل همهم وشايل حملهم؟ محدش شايل حملك، ولا حد شايل معاك يا برج العذراء. انت اللي شايل لوحدك، وانت اللي تعبان. هتفضل لحد امتى تعبان؟ لما ما تلاقيش حد شايل حملك وشايل همك، خلاص يا برج العذراء، مفيش حد احسن من حد. ركز على هدفك وركز على طاقتك. انت في حاجات مش مقتنع بيها، بس بتعملها وراضي علشان ما تزعلش الاخرين منك، صح ولا غلط؟ عايز اقولك ان الوضع هيتحسن على جميع الاصعد الايام اللي جاية. ده مش كده وبس، كمان ده هيبقى فيه تيسير لحلول بعض المواضيع اللي عاملة لك مشكلة في انفعالك اليومين اللي جايين، وهتتفتح قدامك باب هيسعدك. بس خلي بالك، عايزك تخلي بالك من الافعى اللي قعدالك على هيئة بشر، على هيئة بشر بتقول لك انا حبيبتك وانا وانا وانا، بس صدقني هي اصلا لو طالت يا برج العذراء تاكلك، فصدقني هي مش هتتأخر. فعشان كده انا عايزك تخلي بالك، علشان الرزق هيعود لحياتك بسبب الفترة الجديدة اللي انت داخل فيها. انت داخل على راحة بال، داخل على استقرار، وعلشان كده لازم تخلي بالك من كل حاجة بتحصل في حياتك اليومين جول. شايفة كمان ان انت هنا اصبحت ما بتعاتبش، واصبحت شايل في قلبك حاجات كتيرة جدا، ومستحمل وساكت علشان ما تجرحش الاخرين، وعلشان خاطر انت من جواك كركبة ودموعك على طرف عينك، بس بتقول انا ليه يا رب كريم، صح؟ يعني انت دايما حاسس انه مش عايز تكلم حد، ولا حد يتكلم معاك، مش عايز، خلاص تعبت من كتر الوشوش، تعبت من كتر الغدر، تعبت من كتر الطعن اللي جاي لك من غير اي سبب، رغم ان انت كنت كويس. ما تقلقش، ربنا شايل ليك بعد التعب خير، وشايل ليك فرحة، بس اصبر وهتلاقي الفرحة بإذن الله. طيب يا برج العذراء، برج العذراء، انت ممكن تشتري هدوم اليومين اللي جايين، تشتري حاجة معينة في ملابسك، في هدومك. انت معروف عنك ان انت بتحب اللون الاسود، صح؟ بتحب اللون الاسود جدا، وممكن كمان تكون بتحب الاحمر، في الوان عندك بتحبها. وشايفالك هنا كمان ان انت هتشتري حاجة كويسة، هتكون جزمة سودة، حاجة سودة هتشتريها عندك عشان انت بتحب اللون الاسود، وان شاء الله هتبقى خير ليك، علشان الحاجة دي انت هتشتريها بكل محبة، فهيكون عندك امور حلوة هتحضر بيها بمناسبة حلوة. وارجع اقول لك تاني يا برج العذراء، في افعى في حياتك مسببة لك وجع كبير جدا. انت اليومين دول بتتخلى عن اي حد ممكن يعمل لك وجع دماغ، ورامي سهمك على كل اللي بيأذيك. حتى بدأت تكون ما بتلومش ولا تعاتب، وقافل على نفسك وساكت. ربنا هيداوي جرحك، علشان هو أدرى من أي حد في حياتك. انت واثق من نفسك، وطول ما انت واثق من نفسك بتوزع السعادة على جميع الناس، بس مش لاقي أي حد جنبك ولا لاقي أي حد معاك. ما تقلقش، كل الخير قادم ليك، كل الفرحة قدام عينيك، بس لازم تخلي بالك كويس جدا من تحقيق هدفك. طول ما انت حاطط هدفك قدامك هيتحقق. قلبك موجوع واحترق بسبب الظلم اللي وقع عليك والغدر من المقربين. ما تقلقش، بس معروف عنك ان انت روحانياتك عالية جدا يا برج العذراء،
وبتشوف الحاجة قبل ما يعني بتحسي بالحاجة قبل ما تحصل. اليومين دول انت روحانيتك برضو عالية، بس بتفكر كتير جدا، بتفكر في مشاريع، في مغامرات، ولا عارف تنام ولا عارف تعمل اي حاجة. في كذا حاجة مخلياك مش عارف تنام، والغلطة اللي انت عملتها لحد الان ندمان عليها. في غلطة عملتها ان انت فضلت ناس عن حياتك، ولما بيحصل حاجة بتفضل تلوم في نفسك وتفضل تحط على نفسك ليه يا برج العذراء، وقلبك بيفضل مقبوط كده، حاسس بنب بنغزة في قلبك، رغم ان انت بساعات ما بيكونش ليك حق، يعني انت ما بيكونش ذنبك، بس بتفضل تلوم في نفسك. انت مش ضعيف يا برج العذراء، انت قوي وبتظهر قوتك دايما، بس من جواك طفل عايز اللي يطبطب عليك. وزي ما قلت لك انت دايما بتدور على الحنان وعلى الحب، ودايما بتدور على الاستقرار. احساسك حاسس ان هو مفقود بسبب الاعراض اللي انت فيها، تساقط شعر، قولون، صداع، وجع في الرجل، الم في الظهر، قله حظ، دايما ضيق في الصدر، عصبيه، اكتئاب، حزن، خنقه بتجيلك من غير اي سبب، عندك عرق النساء، اغلب الامور فاقد اي حاجه مش عايز تعملها، ده سبب السحر. اكتب تم يا برج العذراء يوصلك علاج السحر على قناتنا الثانيه وعلاج القرين. شايفه كمان ان انت هنا عندك بعض اللامبالاه، يعني بعض التوتر اللي تعبك جسديا، في حاجات كتيرة تعباك، بس ساكت وراضي وبتقول ان شاء الله بإذن الله هيكون ربنا هيكرمني، وان شاء الله ربنا هيرزقني بحاجة احسن. عايزاك تصلي على الحبيب يا برج العذراء، ده اللي مطلوب منك، وتعتذر لنفسك. انت اليوم ده لازم تعتذر لنفسك، علشان انت ظلمت نفسك جدا، ظلمت نفسك لما دخلت ناس في حياتك صدقني ما كانش تستاهل ان هم اصلا يقولوا لك ازيك. وعلشان كده لازم تعترز لنفسك، ولازم تحب نفسك، ولازم تطبطب على نفسك، علشان محدش حاسس باللي انت فيه. وزي ما قلت لك نبضات قلبك سريعه، وعشان كده حاسس بالعراقيل اللي واقفه لك بينك وما بين حلمك. لا يا برج العذراء، انت ما كنتش كده، انت كنت متالق وكنت حاجه حلوه، بس من كتر اللي انت فيه تعبت وقافل على نفسك ببان وساكت. انت معروف عنك ان انت ذكي جدا وبتفهم الحاجة قبل ما تحصل، فعايزاك دايما زي ما انت ذكي وزي ما انت كده تكون دايما متألق. انت اليومين دول ما بتعتبش حد زي ما قلتلك، وما بقاش ليك لا مبولاء عند حد، يعني خلاص استوب ازيتوني، فحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. انت اليومين دول حرفيا بتتمنى ان انت تمشي من المكان اللي انت فيه، عشان خلاص حاسس ان انت مش عايز تتكلم مع حد ولا حد حتى يجيب سيرتك، ولا بخير ولا بشر، صح؟ اليومين دول بالذات يا برج العذراء مش عايز حتى حد يقولك فيك ايه ولا مالك، صح؟ ملقتش محبة ولا من حبيب ولا من صديق ولا من شريك، حتى الشريك ما طلعش خايب ظنك، صح ولا غلط؟ انت زعلان جدا ومخنوق اليومين دول، بس ما تقلقش بجد، انا بقولك ما تقلقش. ليه؟ عشان ظهر لك حاجة هتفرح قلبك وهتطلعك من كل المشاكل اللي انت شايلها ان شاء الله. يا رب تكون قراءتنا عجبتك يا برج العذراء ونالت اعجابك. ان شاء الله باذن الله اول باول هنزل لك اخبار حلوه وانفراجات على جميع اوضاعك الفتره اللي جايه. تحياتي ليك.